إذا لم يكن لديك هدف خاص ستكون هدف لغيرك. أنا وندى عم نقدر نحمل متاعب ومصاعب الحياة سوا. أنا ندى الوفائي، عمري 28 سنة، درست علم نفس بحمص بجامعة البعث، وبعدين طلعت كملت أونلاين بعلم نفس الإداري. طبعا حاليا مجال عملي هو مختلف تماما عن اختصاصي الدراسي. مجال العمل كان بداية بناء على اهتماماتي وهواياتي، اللي هو الموضوع الفنون والتصميم. أنا محمد دعاز، في سوريا كنت أدرس اقتصاد. أول لقاء صار بيني وبين محمد كان بمعرض الكتاب يخضم العمل تبعي، وكان هو كمان مستلم بجناح وأنا كنت مستلمة جناح شارك كتابي. خلال فترة معرض الكتاب تعرفنا على بعض أكثر وحكينا أكثر بمجال العمل، بمجال أنه نحن ممكن نعمل شيء سوا. اجتمعنا بهذا الشيء وكانت هي بدايتنا، يعني نحن بالبداية أصلاً لما التقينا فنحن كان في بيناتنا شيء مشترك. مفكر الدروب كانت كأول منتج وكأول فكرة ناجحة جداً جداً جداً. كانت البداية الفكرة هي أنه نحن بدنا نساعد أنه الشخص يقدر ينظم حياته أكثر. دروب كانت تسويقة سهل ممتنع، هي شيء جديد والناس بيحبوه، فهي بتسوق نفسها، كان كل حدا يمسكها أنه فوراً تسوق نفسها، أنه تصور صورة وشوف هالمحلة المفكرة هالشغل. يعني بعد ما اشتغلنا دروب ولاقت اقبال ونجاح ويحكي مميزاتها ويقول شو في عندكم لسه كمان، طورنا مرحلة، صرنا، وانا عم بحكي صرنا لانه صرنا انا ومحمد، صرنا عم نشتغل سوا، وتغير اسم المشروع لبوكا، وبعدين تحولنا لدار نشر. انا بنيت الاساس وهو بنى البناء. يعني شوف حالي بعد 10 سنين انا وندى، إنه نحن قادرين نوصل لعمل قادر يحقق لنا طموحاتنا وأهدافنا الاجتماعية بالبناء المجتمعي. بتربح حياتها ضايعة باسطنبول بالباصات.